لكن هدف. توقعاتك ايه بقى للماتش الجاي ان شاء الله؟ والله بص، ماتشات الاهلي والزمالك طبعا ممنوعه من توقعات لسه. يعني انا بشوف ماتشات الاهلي والزمالك من السبعينات، من ايام حسن شحاته والخطيب والجيل ده، من وانا صغير طبعا كنت بشوف. لا صعب جدا للاهلي داخل المباراه هو في قمه معنوياته وقمه الفنيات، تلاقيه الاهلي جوه الماتش مش تمام، والعكس كده الزمالك. لكن انت في عندك معطيات بتؤكد ان مثلا الاهلي هيقدم ماتش كويس، الزمالك بيقدم ماتش كويس، الفرقتين على كفتين متساويتين من الامور الفنيه، لكن الاهلي محتاج الفوز اكتر من الزمالك. بس في شويه حاجات برضو ممكن تبقى مصدر، مش هنقول قلق، هنقول على الاقل ترقب. يعني انت مثلا عندك كالعاده في ماتشات الاهلي والزمالك بيكون في لقاءات جانبيه موازيه ما بين المدراء الفنيين، فانت عندك المدير الفني لنادي الزمالك مستقر مع فريقه بقاله فتره طويله، عارف بالتالي كل تفاصيلهم. لكن الكيس مش كده بالظبط في حاله المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، فهل دي تفصيله تقلق ولا مش شرط؟ لا هي تقلق، شكليا تقلق او نظريا تقلق، لكن عمليا من الممكن المدير الفني بسرعه، يعني المباراه دي تكون بدايه لي، يعني تكون بدايه تعارف كبير جدا بالنسبه له، بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، يعني لان هو مدير فني، هو مدير فني كويس، واثبت ان هو عنده من الملكات والامكانيات الفنيه اللي تخليه ممكن يكون رقم جيد في المديرين الفنيين للنادي الاهلي. لكن لسه في البدايات، لسه الامور مش تمام. لكن المقارنه دايما ما بينه وبين فايلر هي اللي عامله الازمه. فايلر يعني استطراده بسيطه كده، فايلر ظهر سريعا مع النادي الاهلي من اول مباراه وثاني مباراه وثالث مباراه، لا لسه برضو مع انها نفس المدرسه. كولر لسه، يعني كولر لسه ما حسش على الـ على الـ على الـ الـ الثقه الكامله من الجمهور. الثقه الكامله من الجمهور ده سياتي من مباراه زي دي طبعا، مطالب انه يكسب. لو كسب الزمالك هيبقى موسم بالنسبه له، بداوا طبعًا بطوله طبعًا. وفي نفس التوقيت الاهلي كان خارج من موسم صعب شويه، بس افريقيا دلوقتي جيده، عايزين نبقى بدايه محليه جيده بالظبط. فده اللي هيتيح لكولر، او يعني يحاول ان هو ياخد بطوله، لانه بطوله من مباراه واحده، وده تختلف عن ماتشات الدوري مختلف تماما، وده هيخليه يجاهد ويخلي لعيبته يجاهدوا، لان هم الناس كلها كانت بتقول ان الاهلي مش في مستواه. الاهلي وبالفعل الاهلي ما كانش في مستواه، خلينا نكون طبيعيين، الاهلي لم يكن في مستواه، وخسر الدوري وخسر بطولات كانت مهمه بالنسبه له. لكن لما يدخل الموسم ببطوله، ده مهم جدا للاعبين، مهم جدا للمدير الفني. خليني اقول على نقطه مهمه جدا، اتفضل. اهم نقطه في لاعب الكره الثقه. لما الاهلي او اي فريق يبتدي الموسم بتاعه بثقه وبطوله، ده بيأثر فيه تأثير كبير جدا طول الموسم. بس ده مش على اطلاقه، يعني ممكن هو ليفربول خد بطوله اسمها البطوله الدرع الخيريه، وليفربول في المركز السابع. ده بترجع للاداره نفسها، الاداره الفنيه بالنسبه لكولر، اللاعبين نفسهم عايزين ايه. بس هي طبيعي بتدي دفعه معنويه، اكيد بتدي دفعه معنويه. بس اهم حاجه القائد بتاع الفريق كاداره كمدير فني كلاعبين نفسهم يبقى عندهم الحافزيه او الحافز والدافع عشان يكملوا الموسم بنفس المستوى. الناس كلها بتقول ان الاهلي ما عملش صفقات كبيره، او عمل يعني مش كتيره اسف، يعني وعمل ثلاث صفقات وعمل اللي محتاجه. لكن في النهايه الاهلي من الممكن ان تكون هذه المباراه نواه لموسم جيد بالنسبه للنادي الاهلي، وفي نفس التوقيت الزمالك برضو عنده نفس الدوافع اللي يتاكد ان هو من خلالها ان هو الموسم او نهايه الموسم الماضي بدايتها مثلا بطوله مثلا مع الاهلي او هكذا. لكن في النهايه مباراه الاهلي والزمالك خلينا نقول لا تخضع لاي مقاييس فنيه، لكن تخضع لحاله اللاعبين داخل الملعب وتوفيق المديرين الفنيين. في مدير فني عنده فكر بيستطيع ان هو يقدر يقود لعبته الى 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 الى, الى, الى الفوز بطريقه او باخرى. الاهلي عنده مدرسه، خلي بالك كولر عنده مدرسه الاستحواذ، فيريرا عنده مدرسه اسيب لك الكوره، فمدرستين مختلفتين تماما. مين يستطيع الفوز؟ ده اللي هتجيب عنده المباراه الساعه 7، وطبعا اكيد جمهور الاهلي بيتمنى فوز النادي الاهلي، وده شيء